ما جاء في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما تزوج بصفية بنت حيي قال: فلما أصبح عروسا، فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عروسا. كلمة عروس تطلق على الرجل كما هي تطلق على المرأة في اللغة العربية، يقال هذا رجل عروس وهذه امرأة عروس، خلافاً لما يتوهمه كثير من الناس من أن كلمة عروس يظنون أنها لا تطلق على الرجل، وهذا خطأ،